مشاهدينا عين على البرلمان في جولتها الثانية النهاردة، برحب بحضراتكم. هيكون في فقرتنا السابتة جولة نائب، هتكون للنائب أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب المستقل عن مدينة السلام والنهضة بالقاهرة. مكملين مع حضراتكم فتح ملفات الخدمات في المحافظات المختلفة علشان نناقشها بشكل أكثر تفصيلا. هيكون معنا النهاردة من المحافظات محافظة قنا. محافظة قنا هتكون على مائدة عين على البرلمان بعض نواب المحافظة علشان نبحث بعض أهم المشكلات ورؤيتهم الحقيقة للوضع القائم، إيه هي الحلول اللي ممكن يقدموها لحل مشاكل محافظة قنا. هستقبل مشاركات حضراتكم واتصالاتكم على الأرقام اللي موجودة واللي بتظهر أمام حضراتكم على الشاشة طول الوقت أثناء عرض عين على البرلمان. بفكركم اللي عنده فيديو أو صور بترصد ظاهرة سلبية أو وضع سلبي ياريت يبعتوا لينا فورا على أرقام الواتساب. وأبدأ معكم سريعا بالأخبار الخاصة بالشأن البرلماني، بس قبل ما أدخل في الأخبار الخاصة بالشأن البرلماني، النهاردة وصل نيابة شرق القاهرة الكلية طاقم الطائرة المختطفة وسط إجراءات أمنية مشددة. هم كل من الكابتن عمرو الجمال وطاقم الضيافة حسام أسامة، حازم أبو بكر، نهال سيد، ياسمين طارق، نيرة عاطف. ده بعد أن أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام قرارا بندب نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام الأول لمشاركة نيابة غرب اسكندرية، وذلك للتحقيق في واقعة اختطاف الطائرة المصرية وتحويل اتجاهها إلى قبرص. أمام حضراتكم على الشاشة مشاهدينا فيديو جديد بثته الجهات الأمنية، وصل أظن لكل وسائل الإعلام من الجهات الأمنية فيما يتعلق بتفصيلة أكتر في الكشف عن الناس وعن الأمتعة وعن الحقائب المسافرين، ومن ضمنهم طبعا الأستاذ المتهم بحادثة اختطاف الطائرة عند الدائرة الحمراء زي ما حضراتكم شايفين هو الشخص المتهم. وبعد تفتيش الأمتعة وبعد تفتيش الحقائب بالإضافة لتفتيشه هو ذاتيا، الفيديو الأول اللي اتنشر كان الفيديو اللي هو قبل دخول بشكل مباشر للطائرة. ده الفيديو أظن إن هو في التفتيش ما قبل، زي ما حضراتكم شايفين ما قبل الصعود للطائرة التفتيش الأولي. الدائرة بتوضح لحضراتكم تحركاته وجوده زي ما حضراتكم شايفين. المتهم كما يشير السهم باللون الأزرق، هو دلوقتي خرج من التفتيش. بعد التفتيش ده مش ليه، ده لكل الحقيقة الركاب، وده التفتيش الروتيني اللي بيتم مع كل الناس سواء كانوا بيتفتشوا بشكل شخصي أثناء عبورهم للبوابات الإلكترونية أو بتتفتش الحقائب والأمتعة ومتعلقاتهم الشخصية. الواقع أن الكل أي حد في الدنيا بيسافر بيمر عبر ثلاثة إجراءات أمنية متعلقة بالكشف عليه أو على الأجهزة من خلال الأجهزة الإلكترونية أو الشنط والأمتعة اللي هو بيبقى شايلها معاه. حضراتكم شايفين المتهم في كل لحظة وفي كل ردة فعل الكاميرات لقطاه ولقطة غيره من المسافرين. أنا معرفش هو تقريبا بيربط هنا الحذاء اللي قلعه وقت أكيد ما كان بيتفتش، دي الشنطة الوحيدة اللي دخل بيها واللي خرج بيها للطائرة أو صعد بيها إلى الطائرة، وده طبعا عند البوردنج علشان ياخد التذكرة ورقم المقعد الطائرة، ولو عنده حقائب أو هو شايل حقائب بتتحط على متن الطائرة غير حقيبة اليد الشهيرة اللي هو شايلها اللي لونها أسود. خلص طبعا لأن واضح أنه ما كانش معاه حقائب ومعاه الشنطة بس اللي شايلها على كتفه، واللي طلع منها بعد كده حزام قيل بأنه حزام طبي. المتهم أمام حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين هو دلوقتي بيطلع السلم الكهربائي في الوصول للنقطة الأخيرة المفترض للتفتيش، والنقطة ديت بيتم التفتيش فيها زي ما احنا شفناها. ده كان الفيديو الأول أمام حضراتكم بتتابعوا. دخل هو كده للتفتيش النهائي، وده الفيديو اللي انتشر في أول يوم
يوم ما كنا كلنا بنغطي أحداث اختطاف الطائرة، وصارت الكثير من التساؤلات بشأن الترتيبات الأمنية والخلل الأمني من عدمه. هنا التفتيش الأخير قبل ما بيطلع للطائرة، تفتيش ذاتي وتفتيش أيضا إلكتروني بعد العبور على البوابة الإلكترونية. الشنطة كمان بتدخل اللي هي كانت موجودة معاه وبتتفتش عن طريق الأجهزة. عدت الشنطة، واضح ان ما كانش فيه أي نوع من أنواع الإشارات السلبية. زي ما حضراتكم شايفين كان في حاجة في جيبه اتخذت منه، هي دي كانت الولاعة في الغالب هي اللي كانت موجودة معاه. بعد كده احنا تابعنا مع حضراتكم المشاهد اللي حصلت بعد كده واللي أدت لاختطاف الطائرة المصرية. اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام والعلاقات العامة، برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا استاذ شريف، تحياتنا. واظن ما نشر الان وما نشر من قبل ده بيثبت بما لا يدع مجالا للشك ان ما كانش فيه اي خلل امني او اي خلل في اجراءات الامن اثناء عبور المسافرين على متن الطائرات او قبل صعودهم للطائرات. لا طبعا، يعني هو هذا الامر غير يعني مطروح اصلا في المنافذ الجويه، لأن العمل في هذه الأماكن يتسم بالحساسية الشديدة جدا، وبيتطلب يعني تنفيذ الإجراءات الأمنية بكل دقة وبكل حزم، وعدم التفريط في أي يعني جزء يتصل بإجراءات تفتيش متعلقات الركاب أو تفتيش الركاب نفسهم. وزي ما قلنا إن الكلام ده في المقام الأول لتأمين الراكب وتأمين الطائرة وتأمين الركاب اللي على الطائرة. يمكن الفيديوهات دي يعني عرضت المراحل التي مر بها الراكب، ومش هنقول الراكب بس، التي يمر بها الركاب بشكل عام كلهم بالضبط كده، يعني دون استثناءات نهائيا. ان مثل هذه الاجراءات ما فيهاش استثناءات نهائيا. وحتى يمكن في هذا المقام يعني عايزين نقول ان بعض الساده المواطنين بيتضرروا من اجراء بيتعمل، وهو يعني خلع الاحذيه أثناء مراحل التفتيش. الأمر ده على فكرة معمول به في كثير جدا من المطارات في العالم، وهذه التعليمات يعني بتنظمها وبتنص عليها المنظمة الدولية للطيران الإيكاو. وإحنا برضك لما بنعمله هنا إحنا ما بنعملوش بقصد مضايقة الناس، بالعكس ده بقصد المزيد من الإجراءات التأمينية ليهم ولمصلحتهم. فالإجراءات الأمنية في المطار يعني بتتم على كذا مرحلة. المرحلة الأولى اللي هي بيخش فيها إلى صالة إنهاء الإجراءات، المرحلة الثانية اللي هي بيخش فيها إلى صالة الرحيل، ودي اللي بيتم فيها التعقيم بشكل كامل، وأي حاجة غير مسموح بتروحها للطيارة يتم سحبها منه. ويمكن احنا شفنا هذا الإجراء، وإن فرض الأمن بعد ما فتش الراكب التفتيش الذاتي خد منه شيء بسيط كده وحطه على جهاز الإكس راي. هذا الشيء هو عبارة عن ولاعة. تمام. فالإجراءات بتتم بكل دقة، ويعني برضك الحمد لله يعني يمكن من خلال هذه الواقعة الناس اطلعت على الإجراءات التأمينية ومدى دقتها ومدى انتظامها ومدى انضباطها اللي هي بتتم في المطارات يعني بتاعتنا في مصر. طيب سيادة اللواء، ليه دلوقتي، ليه ما حصلش في نفس اليوم ان الفيديو ده أرسل لكل وسائل الإعلام علشان تذيعه على الناس وتذيعه على الناس اللي في نفوسها شك أو مرض ناحية وجود إجراءات أمنية مخترقة أو في تسيب أو إلى آخره؟ ليه تأخرنا كده؟ يعني صحيح في فيديو انتشر برضو، أنا شايف أنه هو صحيح كان سريع والتعامل مع الأزمة كان إيجابي قياسا على أمور حدثت في سنوات سابقة، ما فيش شك من أن الكلام ده إيجابي، بس ليه الفيديو ده نفسه ما كانش موجود معانا وإحنا بنعمل التغطية؟ الإجراء الأولاني اللي اتعمل إن إحنا كنا عايزين نشوف المرحلتين اللي هم بتوع التفتيش، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. تمام، هل تم تطبيق الإجراءات التأمينية الواجبة حيال هذا الركب ولا لا؟ فعشان كده إحنا عرضنا الفيديو الأولاني اللي هو بتاع دخوله من المطار إلى صالة إنهاء الإجراءات، والجزء الثاني
اللي هو بيخش منه على صالة الرحيل، اللي هي بتبقى بيسموها مرحلة التعقيم، اللي تم تفتيشه ذاتيا فيها، وتم سحب الولاعة منه، وتم تفتيش الحقيبة اليدوية اللي بيحملها. ودي أهم مرحلتين في الإجراءات بتاعة التفتيش. بعد كده جبنا هذه الفيديوهات اللي هي بتوضح مراحل تحرك الراكب خطوة بخطوة داخل المطار وعرضناها. إنما كان في التو واللحظة من المهم جدا الحصول على الفيديوهات اللي هي بتأكد إن هو خضع للإجراءات التأمينية والتفتيشية الواجبة وبالدقة اللازمة. تمام، بشكر حضرتك شكرا جزيلا لواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام والعلاقات العامة. النهاردة حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء هترسم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2016-2017 للبرلمان لدراسته بعد أن انتهت من إقرارها امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعقد اجتماع بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزيري التخطيط والمتابعة والمالية بحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية لاستعراض مشروع موازنة الدولة. النائب خالد عبد العظيم عضو مجلس النواب المستقل بمحافظة الشرقية وعضو اللجنة الخاصة لإعداد اللائحة الداخلية للمجلس قال إن البرلمان وأعضائه بينتظرون تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع اللائحة بعد أن يرسلها البرلمان إليه، ومن ثم إصدارها بقانون ونشرها في الجريدة الرسمية حتى ينطلق البرلمان إلى العمل بكل طاقته المعطلة. كمان أضاف عضو مجلس النواب إن المجلس استجاب للعديد من الملحوظات اللي أرسلها مجلس الدولة حول مشروع اللائحة اللي بيعكف على إعدادها مجموعة كبيرة من رموز المجلس. الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين أختارت النواب أعضاء اللجنة الفرعية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة بشأن المحور الثاني من بيان الحكومة الخاص بترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها بموعد الاجتماع الثاني للجنة برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، من المنتظر أن يكون يوم السبت القادم. النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها والمنبثقة من لجنة دراسة بيان الحكومة قال إن اللجنة قررت الموافقة على المحور الثاني من بيان الحكومة بعد اجتماعها أمس بالمجلس. كمان أضاف إن اللجنة ناقشت جميع البنود الخاصة بالمحور الثاني من برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، وسيتم كتابة تقرير عن المناقشات ليرفع إلى السيد الشريف رئيس اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة يوم السبت اللي جاي. سادت حالة كده من الغضب بين نواب البرلمان بعد اعتذار وزيري المالية والتخطيط الدكتور عمرو الجرحي والدكتور أشرف العربي عن الحضور في اجتماعات اللجنة الاقتصادية اللي بتناقش الشق الاقتصادي في برنامج الحكومة. لكن النائب علي مصلحي قال أنه بعد أن تواصل مع الوزيرين أكدوا أنه استدعاء رئاسة الجمهورية هي سبب عدم حضورهم أمام اللجنة. كمان قال إن النواب هيطلبوا من الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس التواصل مع رئيس الوزراء والاتفاق على ضرورة حضور الوزراء لاجتماعات اللجان بمجلس النواب. النهاردة اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية افتتح مكتب شؤون النواب بديوان عام المحافظة لتلقي طلبات أعضاء مجلس النواب وسرعة الفصل فيها، عملا على تقديم خدمة حقيقية ومتميزة للمواطن. المحافظ قال خلال الاحتفال اللي شهده عدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة إن المكتب بيهدف للتيسير على النواب لتقديم الخدمات بدوائرهم وتلبية طموحات المواطنين، مطالبا بالمزيد من التعاون والتنسيق بين المسؤولين التنفيذيين وأعضاء البرلمان لحل كافة مشاكل المحافظة من خلال التواصل مع الوزراء المعنيين. وبكده تكون محافظة الشرقية أول محافظة تعمل هذا النظام أو تطبق هذا النظام، مكتب لشؤون النواب بديوان عام المحافظة لتلقي طلبات أعضاء مجلس النواب وسرعة الفصل فيها، عملا على تقديم خدمة حقيقية ومتميزة للمواطن. التجربة هتبين ما مدى نجاح هذا المكتب في أنه يعمل سرعة في الفصل في طلبات النواب. نروح بقى لفقرتنا السابتة، جولة نائب هتكون للنائب أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب المستقل عن مدينة السلام والنهضة بالقاهرة أثناء جولته بشارع جمال عبد الناصر للتعرف على مشاكل الأهالي والعمل على حلها. نتابع.
مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، جولتنا مستمرة مع عدد من النواب لحل مشاكل المواطنين. جولتنا النهاردة هتكون من شارع جمال عبد الناصر التابع لحي السلام أول. الشارع ده بيربط منطقة جسر السويس ومنطقة المرج بالطريق الدائري، طوله حوالي ما بين 4 إلى 5 كيلومتر، ولكنه يعني سبب كبير جدا من العديد من المشكلات، سواء الحوادث بسبب الازدحام، سواء أيضا تأخر الموظفين وتأخر الطلبة عن الذهاب سواء لمدارسهم أو أعمالهم وأشغالهم بسبب التكسير اللي موجود في الشارع وبسبب عدم تمهيد الطريق للمرة. هناك أيضا عدد من مقالب الزبالة أيضا بتزكم الأنوف وتسبب العديد من الأمراض. لنطلع أكثر على هذه المشكلة هيشرفني يكون معايا النائب أحمد إسماعيل، النائب بالبرلمان عن دائرة حي السلام أول. برحب بحضرتك أحمد بيه. برحب بحضرتك الأول. أهلا بحضرتك. أهلا. ومعايا عدد من أبناء المنطقة وشارع جمال عبد الناصر، هنعرف من خلالهم على أهم هذه المشكلات اللي بيعانوا منها ونرجع لسيادة النائب نعلق عليه. برحب بحضرتك يا فندم، أتعرف بيكي. مدام ياسمين، أنت حضرتك عايشة هنا بقالك قد إيه؟ بقالي 7 سنين. 7 سنين. مشكلة الشارع إيه عندكم هنا؟ والله المشكلة الشارع مش متسفل، التراب، عفرة، زبالة. حضرتك هنا على آخر الشارع في مكان هنا اسمه الرشاح، المفروض ده يتردم عشان الشارع يبقى شارع، هو شارع تجاري وشارع كويس وشارع ليه اسمه من زمان. فالحاجات دي طبعا تأثر علينا، على أولادنا، على صحتهم. أنا عن نفسي طول النهار قاعدة في المكان بتاعي وقفل الباب علي عشان خطر الريحة والتراب. التراب ده عامل لكم مشاكل صحية؟ جدا جدا جدا. على برضو المحل بتاعي، أنا طبعا محل ملابس، فالمحل مش قادرة أطلع بضاعة، البضاعة بتتهلك اللي برا بتتعدم. عندك أولاد؟ عندي 4. يعانوا برضو من المشكلة دي؟ طبعا. أنا ما بقدرش، بقول لحضرتك أنزلهم، أنا ما بقدرش أطلعهم برا الشارع بسبب المشاكل في الشارع، وإن إحنا طول النهار إن إحنا مثلا لو إحنا حابين نخرج أو نطلع مش عارفين، الشارع ده مكسر. مشكورك فندم، شكرا جزيلا. برحب بيك حاجة وأتعرف بيك، اسمك إيه؟ المعلم صابر. معلم صابر، ايه مشكله الشارع عندكم هنا، شارع جمال عبد الناصر؟ هنا مشكلتنا يا باشا الزباله، لا مؤاخذه، وما فيش اسفلت، اضرابه، وعيالنا تعبت من الدخان اللي بتطلع يولع الزباله هنا، والبوابين يجيبوا يرموا ويولعوا فيها. تبص تلاقي عيالنا كلها عندها حساسيه على صدرها، اللي بيجيب الاكسدين توديه للدكتور يقول لك الحق احط له اكسدين، وبلاوي في الشارع من الزباله دي. هي الحي هنا ما بيحطلكمش هنا صناديق للزباله؟ لا الحي ما بيحطش حاجه. فيش عربيات بتيجي تشيل الزباله دي؟ لا ما فيش. الزباله بتتراكم كده على طول كل يوم على كده بالشهور ويولعوا فيها، تروح الدخانه داخله على العماير بحاجه فظيعه بتبقى. اول ما يولعوا فيها العيال كلها والاطفال تعبت من الدخانه بتاعت الزباله. انت عندك محل هنا ولا عايش؟ انا عندي محل. عايش ازاي بقى؟ عايش هعمل ايه؟ مستني جدها، هعمل ايه القدر بتاعها؟ كل ما تروح للحكومه يقول لك ان شاء الله قريب، ان شاء الله قريب. ما فيش حاجه بتتعمل. ما فيش حاجه بتتعمل. تمام. نشكرك حاج، شكرا جزيلا. معايا برضو شاب من الشباب موجودين هنا من ابناء الحي، برحب بيك واتعرف بيك. اسلام عاطف. اسلام، انتوا دوركم ايه كشباب؟ هل حاولتوا ان انتوا تعملوا حاجه تحلوا المشكلات دي؟ والله احنا اشتكينا كذا مره بموضوع غصف الشارع ده جمال عبد الناصر، ومشكله الكمامه برضو موجوده، وبرضو مفيش جديد يعني، برضو الكمامه هي والشارع مش مستفلت يعني. حضرتك لو نص ساعه بالظبط مش هتعرف تمشي في الشارع ده من كتر الزحمه اللي فيه، الشارع مش متظبط، وبرضه حضرتك هنا برضه الكمامه قد كده، مش ووسط الدخان حتى طالع ظاهر دلوقتي الدخان من كتر الكمامه اللي موجوده. اشتكينا كذا مره وقلنا كذا مره برضه مفيش جديد. رحت المجلس ده بقى يحل لنا ان شاء الله المشكله دي يعني، ويكون في تقدم في الموضوع ده ان شاء الله يعني. ان شاء الله. طب رحتوا للحي، رحتوا لحد لمشكله النظافه او مشكله هو شايف من غير ما احنا نروح له؟ يعني المفروض الحي بينزل يلف في الشوارع ويشوف من غير ما احنا نروح له، ولا هو ولا نقول له تعالى بص على شغلك. المفروض بيلف ويشوف، شايف الدخان وشايف الكمامه قد ايه في الشارع، شايف الشارع ده شارع عمومي ماسك كذا حته، ماسك جسر السويس وماسك صلاح سالم وتوسترات والدائري. المفروض هو بيمشي ويشوف شايف الشارع ده عامل ازاي، المفروض هو يتحرك من غير ما احنا نقول له، مش هنقول له تعالى شوف شغلك عامل ازاي. بس فدي حاجه باينه مش حاجه مخفيه، نتعالوا تعالى بص عليها كذا مره نشتكي، نقول تعالوا شوفوا الشارع عامل ازاي، شوفوا الكمامه، شوفوا الكهرباء، شوفوا كذا، شوفوا الرشاح اللي اطفال قد كده تعبانه جوه عندهم حساسيه وبيموتوا، ولا حد بيسال عنهم ولا حد بيشوف بيتكلم عنهم خالص. يعني دي حاجه مش محتاج ان انا اقول له تعالى شوفها، دي حاجه واضحه لكل الناس. فيا ريت بس تتحرك وتبدا تشوف الناس التعبانه دي، يعني حرام يعني ما حدش يقدر مسؤول يكون ابنه وسط الدخان والكمامه دي كل يوم يعني.
مشكورك شكرا جزيلا. سيادة النائب أحمد إسماعيل، يعني الأهالي بيعانوا في الشارع هنا من مشكلات كتير، سواء مشكلة عدم تمهيد الطريق، الزبالة، عدم وجود أي مسؤول من المسؤولين إن هم يسأل فيهم، إيه دور حضرتك فن اللي تقدر تعمله؟ والله حضرتك أنا يعني على اتصال دايما كان بمحافظة القاهرة، إن هو إحنا بنطلب حاجات دي أقل حاجة نقدمها للمواطن، سفلات الشارع دي يعني أنا مش هقول له إحنا بنطلب حاجة أزيد، لا زي ما أنت شايف كده أنا بدأت يعني أحرج من أهالي دايرتي، يعني أصل شغلة النائب مش شغلة السفلتة، لكن دي أقل حاجة، زي ما حضرتك شايف كده لا في أسفلت ولا في صناديق لقمع للم القمامة، المنظر بالليل هنا أنت لو جيت هنا هتضطر تروح المستشفى، يعني لو جيت بالليل هنا من المحرقة اللي الأهالي بتعملها عشان تتخلص من القمامة دي، رغم المنطقة دي يعني منطقة حيوية وشارع حيوي بماسك من جسر السويس لغاية ما بيدخلك على الدائري أو على شارع غرب الرشاح أو على البركة، احنا بالنسبة لموضوع الرشاح ده المحافظة عاملة خطة ان هي ان شاء الله في خلال السنة دي هيكون الرشاح ده رشاح مغطى وهيبقى ده شارع طريق جسر السويس البديل، لكن انا بطالب الحي السلام اول والمحافظ انه يدخل يرصف الشارع مؤقتا، احنا مش هنستنى لاخر السنة، انت شفت حضرتك مطالب الناس عاملة ازاي، انا بطلت اعدي من الشارع من هنا بسبب كده، وغير كده وكده ان الشارع مزدحم دايما، لا في حد من المرور بيحاول ينسق المرور، التكاتك واقفة على أول الشارع عاملة اختناق في المرور، الشارع ده حيوي لدرجة ان انت عشان تعدي منه ممكن تقعد 3 ساعات قبل ما تعدي منه، انت طبعا حضرتك شفت يعني كذا حد من المواطنين قال لحضرتك على المشاكل وانت قدام حضرتك انت شايف الدخنة اللي طالعة، ودي أطلب حاجة يطلبها المواطن، يعني احنا مش عارفين احنا يعني هنقول المواطن ايه في الشارع، واكيد ده دور حضرتك يا فندم متواصل مع الحكومه للعمل على راحه المواطنين، ودي ابسط حقوقهم ان هم يلاقوا طريق ممهد، يلاقوا عيشه نظيفه، يلاقوا بيئه نظيفه يقدروا ان هم يعيشوا فيها. يعني دي كانت جولتنا النهارده من شارع جمال عبد الناصر في منطقه في حي السلام اول مع سياده النائب احمد اسماعيل، ودي كانت الجوله دي من خلال عدد من المناطق في هذا الشارع، عدد من المشكلات بيعاني منها المواطنين. إن شاء الله نتواصل معكم إن شاء الله ومع النواب في المرحلة القادمة إن شاء الله وفي جولات أخرى، إلى أن ألتقي بكم أشكركم وإلى اللقاء. من جديد أهلا بحضراتكم، بنواصل مناقشة ملف الخدمات في المحافظات. النهاردة هتكون معانا محافظة إنا اللي هنسمع من أهلها اللي بيبلغ عددهم حوالي أكتر من 4 مليون نسمة، عندهم مطالب كتير ومشاكل كتير متنوعة، أهمها نقص الخدمات الأساسية زي الصحة والتعليم ومياه الشرب والري والصرف الصحي وغيرها كتير من مشاكل خاصة بالمواطنين. هي المشاكل موجودة في كل محافظات الجمهورية، هي بتتكرر في كل المحافظات، لكن الصعيد طول الوقت بيعاني من الإهمال، من التهميش على مدار العقود السابقة، وده لأسباب كتيرة جدا يطول شرحها. النهاردة في برلمان جديد، في نواب تم انتخابهم بدون ولي عليهم أو بدون سلطان عليهم، أهالي الدوائر متعشمة فيهم خير، عندهم دور تشريعي ودور رقابي في مراقبة الحكومة وفي تقديم تشريعات أو النظر في تشريعات تسهل حياة المواطنين وتحقق طفرات في كل المشاكل اللي احنا ذكرناها. طيب اسمحوا لي ان انا ارحب بضيوفي اللي مشرفيني في استوديو عين على البرلمان، النائب حسين فايز ابو الوفا عندشنا، برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك يا شيخ. والنائب محمود عبد السلام الضبع عن بندر ومركز انا، برحب بحضرتك مشرف. مشاهدين تحياتنا. ابدا بحضرتك سياده النائب، يعني في البداية قراءتكم إيه البرنامج الحكومة اللي قاله المهندس شريف إسماعيل؟ طبعا احنا بداية الأمر قبل ما يلقي السيد رئيس الوزراء بيان الحكومة عقد عدة لقاءات مع السادة نواب البرلمان على مستوى كل الدوائر كل المحافظات الجمهورية، ليكون له عنده رؤية حقيقية لكل المشكلات وكل الملفات التي تخص الشارع المصري بالكامل، علشان حتى لما تقدم ببيان يكون هناك بيان حقيقي ملامس لكل مشكلات الشارع المصري، ويكون هذا البيان له بعد اقتصادي لحل مشكلتنا وبعد بعد وبعد استثماري وبعد اقتصادي
احنا طبعا طرح علينا السيد الشريف اسماعيل في الجلسه الماضيه بيان الحكومه. حاليا قمنا بتوزيع هذا البيان الى 7 محاور رئيسيه، تمام، وتحولت هذه المحاور الى 7 لجان داخل البرلمان، ويقوم كل لجنه مختصه بذاتها بمناقشه بعض محور من هذه المحاور لتقوم باعداد تقرير كامل لعرضه على اللجنه العامه ان شاء الله، ليكون هناك ايه مدى جدية في هذا البيان. تمام. برضو انت ما قلتليش قراءتك ايه للبيان، انت اديتني التوصيف، قراءتك ايه بقى للبيان؟ هل البيان ده حقق طلباتكم بشكل شخصي كنواب لمحافظة قنا؟ تلمستم في هذا البيان القدرة على تحقيق مطالبكم ولا لا؟ والله احنا فيما يخص هذا البيان، انا من رؤيتي انا الشخصية هذا البيان نجح في العديد من طرح بعض الأمور، ولكن كان ينقصه حل سريع وجذري ومدة زمنية معينة لحل مشكلتنا على المستوى الصعيد بالكامل. احنا يمكن طرحنا في لقائنا مع السيد رئيس الوزراء، حاولنا كل طلباتنا وكل مشكلات الشارع القنائي وكل ما يعانيه مواطني قنا وأهل دويرنا، ليكون هناك رؤية حقيقية لدى الحكومة ماذا يطلب الشعب القنائي من نواب البرلمان. تمام. خاصة أن الكل يتفق أن هذا البرلمان في هذه المرة برلمان ليس له مسير، مختلف تماما، برلمان تشريعي جاء بإرادة حقيقية من الشارع، ونحن نسعى جاهدين لتحقيق كل مطالب الشارع القنائي وأهل دويرنا إن شاء الله. طيب سيادة النائب، بتتفق مع النائب محمود عبد السلام الضابع في أن هذا البيان ليس سلبي وفي أمل منه، في أمل أنه هو يحقق إنجاز لأهالي الصعيد بشكل عام وقنا بشكل خاص، بس بينقصوا الحلول الجذرية؟ اسمح لي الأول أوجه رسالة للسفارة المصرية في السعودية. في حادث عندي من أبناء بلدتي الصمدة، في حادث وفي مجموعة من أشخاص محبوسين ومحدش عارف يوصل لهم، يعني في محافظة الطابق قرية ترين دي في السعودية، فنرجو من السفارة المصرية السعودية الاهتمام بالموقف. طب يا ريت زمايلنا بس يحاولوا، استاذنكم تتواصلوا مع السفارة المصرية في المملكة العربية السعودية علشان نحاول نشوف ايه المشكلة. ناس محبوسة، مواطنين مصريين من عند حضرتك محافظة في البلد، الطائف، من الصمدة، من قرية، من بلدي يعني، محافظة قرية من الطائف، لا ده في السعودية، محافظة الطائف في السعودية. تمام تمام. المشكلة هناك يعني. تمام. بالنسبة لل عندك تفاصيل المشكلة ولا لا؟ لا هو كان في مواطن باكستاني وكان معاهم في العربية، المهم حصل مشكلة، هو كان بيهرج أو يهزر، المهم فتح الباب سقط من العربية يعني. تمام. فبعد كده خدوهم وما فيش، ما حدش عارف حاجة عنهم خالص، وما فيش محامي قادر يوصل لهم، فعايزين النهاردة الاهتمام بيهم والتحقيق ماشي ازاي وإيه اللي امتى حصل فيه. الكلام ده؟ الكلام ده الأسبوع اللي عدى، ده الأسبوع اللي فات، في محافظة الطائف في السعودية. تمام إن شاء الله خير بإذن الله. طيب احنا بنحاول نتواصل مع السفارة، سفارتنا هناك في المملكة العربية السعودية، عشان نعرف ايه آخر المستجدات بشأن المصريين اللي في محافظة الطائف وتم إلقاء القبض عليهم، وعايزين يتواصلوا من الناحية القانونية. طب بالنسبة لحضرتك، طبعا بيان رئيس الوزراء، بيان رئيس الوزراء طبعا هو ميزة زي ما قال الزميل محمود بيه، احنا فعلا تواجدنا مع السيد رئيس الوزراء، اتكلمنا عن كل المشاكل المهمة، يعني كان طبعا في كل مجال مشاكلنا، ولكن في مشاكل ركزنا فيها زي الصرف الصحي، زي مية الشرب، الحاجات اللي هي ايه محتاجة اعتمادات وفي نفس الوقت ما زودناش عليه يعني. ويمكن ده ظهر في البرنامج بتاعه برضو، احنا بصراحة سمعت منه الكثير من النقط المهمة اللي احنا ذكرناها. ميزة البرنامج انه ده سنتين، يعني في خلال سنتين هيتم تنفيذ المشاكل اللي هي تعرضت عليه. تمام. دي ميزة. بس هو ما ذكرش ازاي هيتم تنفيذها، هو ما ذكرش مصادر التمويل. يعني هل النهارده هيتم، يعني هيمول مثلا عمليات الصرف الصحي، هيمولها من ايه مثلا؟ رفع مثلا طاقه المرشحات الميه اللي محتاجينها علشان توصل لكل قريه، هيتم تمويلها ازاي؟ ده هو اللي اغفل هذه النقط، يعني ان احنا لابد ان احنا نعرف برضه يعني كل الموضوع من خلال منظومه كامله. يعني هل النهارده انا النهارده هصلح شيء وارفع مثلا العبء على المواطن من ناحيه ثاني؟ ما هو ده كنا عايزين نعرفه. هل هناك منح
جايانا من دول مساعده معانا مثلا هتساعد معانا في حل هذه المشاكل، ما هي النقط اللي هي اغفلها فعلا. لكن انا شايف البرنامج في حد ذاته برنامج كان موضوعي في خلال سنتين في كل المشاكل القوميه في كل دايره، فده كان شيء بصراحه يعني ساعد معانا ان احنا ايه نوافق على بيان الحكومه يعني. تمام، ايه اللي بتستهدفوه لمحافظه قنا بشكل عام ولدوائر حضراتكم بشكل خاص ولو بشكل عام الصعيد؟ طبعا احنا في البدايه طبعا نتفق ان هناك العديد من الملفات التي تهم الشارع القنائي وتهم اهل دائرتي انا بصفه شخصيه. انا طبعا ممثل لبندر ومركز قنا، عندي مشكلة الأول في قطاع التعليم وهي تخص المعلمين والإداريين، وهي مشكلة حافز الإسابة. حافز الإسابة دي مكافأة 200% حصل عليها حوالي 20,000 حكم قضائي المعلمين والإداريين، ولكن فوجئنا 20,000 حكم قضائي، 20,000 حكم قضائي داخل مديرية قنا للتربية والتعليم. وحينما ذهبوا المعلمين والإداريين لتنفيذ هذه الأحكام فوجئنا بحالة من الرفض التام من مندوب المالية أن يقوموا بتنفيذ هذه الأحكام القضائية. هذا الأمر تحول إلى قضية رأي عام، وهذا الأمر تحول إلى مشكلة تعاني منها كل العاملين بالتربية والتعليم سواء معلم أو إداري. بالإضافة إلى أنك إلغاء حافز الإسابة ده ما قبضوهوش يعني ولا حتى الآن لم يحصلوا عليه ولم يتم تنفيذ الأحكام القضائية. فهذا الأمر يشكك في الأمور، كيف نحن نتحدث، نحن دولة مؤسسات ونتحدث أن القضاء المصري الشامخ قضاء مستقل، وكيف يحصل 20,000 حكم قضائي ولم ينفذوا حتى الآن؟ فده احنا هذا الأمر طرحناه على السيد وزير المالية السابق قبل تركه الحقيبة الوزارية لوزارة المالية، وعد بهذه الحلول. الغريب في الأمر أن هناك العديد من محافظات الجمهورية تقوم بصرف هذا الحافز، فكيف يكون هناك حالة؟ وتأكدتوا من كده؟ طبعا، وأنا قدمت مذكرة وافية للسيد رئيس الوزراء في آخر اجتماع مع السيد رئيس الوزراء، وقدمت له بعض المذكرات التي تنص على أن هناك محافظات تقوم بالصرف بالفعل، فكيف يتم الصرف لمحافظات ومحافظات أخرى لا؟ هذا الأمر أمر طبعا شائك. رد رئيس الوزراء بإيه؟ كان طبعا رد رئيس الوزراء أنه يطرح هذا الأمر مع وزير المالية الجديد، وإحنا منتظرين السيد وزير المالية الذي تولى الحقيبة أخيرا إن شاء الله أن يكون هناك لديه حل جذري لمشكلة حافز الإسابة 200%. وإذا ما حصلش؟ وإذا طبعا لا، هذه المعلمين والإداريين قاموا حاليا برفع جنح ضد المسؤولين لعدم تنفيذ هذه الاحكام. احنا بنطرح هذه المشكله لان احنا عايزين حل سريع من السيد وزير الماليه اللي تولى الحقيبه الوزاريه خلاص في اخر تشكيل وزاري، واحنا عشمانين ان الحكومه ان شاء الله القادمه تحقق كل امال وطموحات المعلمين والاداريين على مستوى محافظه قنا. طيب، يعني في مشكله هنا، مشكله تعليميه متعلقه بالمدرسين والاداريين في حافز الاسابه. استاذن حضراتكم لان في مشاركات طبعا من اهالي قنا، من اهالي الصعيد كمان حابين ان هم يتدخلوا معانا ويطرحوا ارائهم ومشكلاتهم. استاذ احمد اتفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا فندم. من فضلك انا احمد اللي بتكلم حضرتك. اتفضل يا فندم، اهلا وسهلا. المشكله اللي عندنا الزباله، القمامة. تمام، القمامة وسط ورا فندق الفتح في قنا بشارع الجمهورية مكب كبير في وسط المساكن. تمام، مكب كبير في وسط المساكن، عامل لنا قلق بالرغم من انه مجلس المدينة بيشيل الزبالة ما بننكرش، لكن هو المكب اساسا في وسط البيوت، اولادنا عيوا اطفالنا تعبوا وحاجة صعبة خالص خالص، والمسؤولين ودنا من طين ودنا من عجين، كلمنا كل حاجة، ما فيش مسؤول ما كلمتهوش، حتى رئيس الجمهورية بعت لها شكوى. طيب، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ أحمد. أستاذ كمال من قنا، اتفضل يا أستاذ كمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أكلم الأستاذ محمود. مع حضرتك. مع حضرتك، اتفضل. بالنسبة للشوارع بتاعت قنا كلها مكسرة، وبعد كده ما فيش رصف فيها، وبعد كده يعني مدة عهد اللبيب كانت أحسن من كده خالص. تمام، شكرا ليك. في عهد المحافظ عادل لبيب اللي هو اصبح بعد ذلك وزيرا للتنميه المحليه كانت افضل من ذلك. طيب، عندنا مشكلتين، الاولانيه مشكله انتشار القمامه، ودي مشكله يعني انا مش عارف اتكلم، احنا بقى لنا 3 سنين دلوقتي بنتكلم في موضوع القمامه وانتشار القمامه على مستوى الجمهوريه كلها، زيها كده زي الصرف، زي التعليم، زي الصحه، حاجه ماشيه معانا كده. والمشكله الثانيه متعلقه بالشوارع المكسره. طبعا انا في البدايه، طبعا احنا في عهد السيد اللواء عادل لبيب محافظ قنا السابق كان لدينا حوالي 1500 عامل نظافه.
حاليا ما تعمل به الوحده المحليه لمركز وليد قنا 450 عامل نظافه. هذا العدد حينما تدنى ل 450 عامل نظافه كان السبب الرئيسي وراءه هو وزاره الماليه. وزاره الماليه اخضرت الساده المحافظين بعدم تعيين اي عماله سواء مؤقته او عماله يوميه او عماله بعقود لحين توفير موارد ماليه. هذا الامر اصبح حائل وعاجز عجز القيادات عندنا في جنة وخلى الوحدة المحلية مش عارفة تعين عمال نظافة. وفين الشركات؟ ليه المحافظة ما بتتعاقدش مع شركات؟ احنا يا فندم منظومة القمامة من عام 2000 منذ وصول اللواء عادل إلى أرض قنا حتى وقتنا هذلك في 2016 والوحدة المحلية لمدينة قنا تقوم بعمل منظومة خاصة بأهالي قنا تعين عمال نظافة من قنا تشرف إشراف كامل على منظومة النظافة. ده فيما يخص موضوع النظافة، ولكن هذه المشكلة نعد بحلها حل جذري لأننا لا يعني لا نستطيع مش ليس لا نستطيع أننا لا نريد أن يشتكي مواطن واحد من أي مشكلة على الأرض دقنا وإحنا موجودين كنواب للبرلمان وجينا والشوارع المكسرة. الشوارع المكسرة يا فندم إحنا طبعا حاليا لنا عام بالضبط إن شاء الله شغالين في مشروع الغاز الطبيعي على أرض مدينة قنا، وطبعا ده كان حلم بإحنا بأبناء قنا. السيد المحافظ عبد الحميد الهجان خذ القرار ده على مسؤوليته الشخصيه ان يتم توصيل خدمه الصرف الصحي لمدينه قنا بالكامل. تم بالفعل انتهاء من خدمه الصرف الصحي الغاز الطبيعي على ارض قنا، ويتم حاليا اعاده الشيل اصلا. هناك حاله من التاخير في الاعمال الرسم. يعني ده السبب. ده السبب الرئيسي. طيب عند حضرتك ايه المشاكل اللي بتستهدفوها لاهالي دايرتك تستهدف ان حضرتك تحلها؟ طبعا هي المشاكل اللي انا بسميها العاجله يعني. مشاكل برضو الصرف الصحي، لانه عندي المنازل يعني مهدده بالسقوط فعلا يعني، لانها على بركه من المياه. حاليا يمكن احنا لينا فتره يمكن من شهرين واحنا بدانا فعلا بالاستمرار مع السيد المحافظ مع السيد وزير الاسكان بعد المجلس، واحنا دايمين التواصل معهم ومع الشركه اللي هي منفذه للمشروع واللي هي اهملت وكان سببها ان تاخر المشروع فوق الخمس سنين او 10 سنين يعني. كان المفروض ينتهي منه من 10 سنين سابقه، ولكن اهمال الشركه المنفذه الحاليه اللي هي خدت المشروع تاني برضه رجعت تاني وكده. يعني هي نفس الشركه اللي اهملت، هي اللي رجعت تاخد المشروع تاني واسندوها، ولكن في اشراف عليها من قبل السيد المحافظ برضه من قبل المسؤولين ومن خلالنا احنا برضه متابعين مسنودين يعني الشركه دي قوي كده. لا يعني مش مسنوده، هو تم الاعتمادات السابقه عليها، فعلشان يبقى يحصل اعتمادات تاني ومناقصات وحاجات زي كده هتاخد وقت ما كانش ينفع. فهم في شركتين، شركه المقاولين العرب ودي ماشيه كويس، ولكن دي واخده على النظام اللي بتنفذ نظام القرى في المدينه بقى، وهي المشكله اللي هي شركه العب واللي وهي الشركه اللي كانت فيها الاهمال يعني. لكن حاليا العمل جاري على قدم وساق، وان شاء الله يعني المحافظ متابع، ويمكن احنا حاطين فتره زمنيه باذن الله مش اكتر من 4 شهور يعني هيتم تجربه المشروع وتشغيله باذن الله. يعني ده بالنسبه للصرف الصحي. اكثر مشكله ملحه بالنسبه لكم هي الصرف الصحي؟ طبعا هنا صرف صحي، وهنا ال 20,000 مدرس حافز الاصابه مدرس واداري. ايضا انا طبعا لدي مشكله. طبعا احنا مشاركين برضه في نفس حافز الاصابه. دي مشاكل المدرسين والاداريين يعني. مشاكل التعليم بقى نفسها والمدارس والمنشات التعليميه. شوف حضرتك يعني انا يعني يمكن كان كلامي المفروض يبدا من بدايه انه الصعيد مهمل فعلا. مهمل في ايه يعني؟ كلمه مهمل دي مهمل في الميزانيات اللي كانت الحكومه بتوجهها للصعيد. يعني احنا الحكومه لو كانت بتوجه بنسبه معقوله الميزانيات زي ما بتوجه للمحافظات الكبرى كانت وجهت للصعيد، كان زمان الصعيد النهارده وصل لنتيجه احسن من اللي هو فيها حاليا. انت متاكد ان في ميزانيات كبرى بتقدم للمحافظات الاخرى؟ يعني القاهره مثلا، تعال النهارده شوف باستثناء العاصمه مثلا اسكندريه، شوف اماكن كتير يعني يعني فيها النهارده مشروعات بتتعمل خدميه والكلام ده ما بتوصلش للصعيد برضه. طبعا ما الاهمال في ايه؟ انا النهارده لو كان عندي النهارده انا عندي المصانع اللي هي بتعمل عندي في الصعيد مصانع السكر ده من قبل احنا ما نتولد مثلا من زمن كبير. طب فين تاني؟ النهارده انا صناعه السكر نفسها مهدده بالانهيار. يعني النهارده انا علشان الاقتصاد المصري يتم تقويته لابد من الصناعه،
تمام. انا الصعيد يعني نسبه كبيره زراعيين. طيب خلينا نتوقف عند النقطه المتعلقه بالصناعه، اين الصناعه بالزبط من ملف الحكومه في الصعيد؟ بس استاذنكم ناخد برضو المشاركات. استاذه رضوى من قنا، اتفضلي يا فندم. الو، ايوه مساء الخير. مساء النور يا فندم. لو سمحت حضرتك، احنا النواب اللي قاعدين قدامك، هو ما فيش مشكله، هم بيعرضوا صح مشاكل هنا، بس احنا اصلا مش يعني لما عندنا مشكله مش بنعرف نوصل لهم ازاي. يعني انا جوزي كان عايز يوصل للاستاذ محمود وما عرفش يوصل له، فاحنا عايزين نعرف هم فين، فاحنا عشان خاطر لو عندنا مشكله نقدر نروح لهم. طب حضرتك قولي لي ايه هي المشكله بقى، طالما حضرتك عرفت توصلي له اهو. مشكله البطاله. البطاله يعني انا متجوزه، او جوزي 3 سنين خدمه في الجيش عشان كان ضابط احتياط في الجيش، وبعد كده لما طلع مش لاقيين شغل، مش لاقي حاجه، وكله عايز واسطه وعايزين فلوس، وفي ناس قالت لنا نشتغل 39,000، وفي ناس قالت لنا 50، وفي ناس قالت لنا 60، يعني لسه الفساد موجود برضه. طيب انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. واستاذ محمود هيقول لحضرتك فين مكانه وفين مكتبه، اكيد عندك مكتب لخدمه. طبعا انا ما زال المقر الانتخابي بتاعي مفتوح لكل اهل دائرتي في اهالي قنا الكرام. ما زال المقر الانتخابي الخاص بي الموجود في مدينه قنا الحصوايه ما زال مفتوح يوميا لاستقبال كل مشكلات المواطنين وكل احتياجاتهم وتلقي كل الطالبات لاهالي الدائره، ونبحث بقى يوميا على حل هذه المشكلات، ويوميا نسعى جاهدين مع الجهاز التنفيذي بالكامل. ولكن هي طبعا انت تعلم جيدا ان مشكله التعيينات هي مشكله تؤرق الحكومه بالكامل. طيب خلينا ناخذ استاذ اكرم من هنا، اتفضل يا استاذ. استاذ اكرم، استاذ اكرم، استاذ محمد، استاذ محمد، استاذ اكرم. طيب مين معايا؟ استاذ اكرم ولا استاذ محمد؟ احمد يا فندم. استاذ احمد واحد. اه يا فندم. طيب اهلا بحضرتك يا فندم، قول لي المشكله. اهلا يا فندم حضرتك، مشكله يا فندم حضرتك من محافظه جنا يا فندم، بالنسبه للصندوق الاجتماعي في جنا مفيش اي مساعده مني للشباب نهائيا يا فندم حضرتك. مفيش اي مساعده من الصندوق الاجتماعي للشباب نهائيا يا فندم. ازاي ازاي؟ انا ليا سنه يا فندم حضرتك موجود معايا مشروع، رحت تمويل معدات ورفضوا يا فندم انهم يعملوا تمويل معدات. طب ما يمكن ده مش من قائمة المشروعات اللي عندهم. لا يا فندم، لا حضرتك موجود في قائمة المشروعات اللي عندهم وفي الموقع اللي هدفها. ورفضوا ليه؟ اسباب رفضهم ايه؟ نعم، رفض تمويل المعدات. ايوه الاسباب ايه؟ الاسباب ان هم مفيش سيولة. مفيش سيولة. مفيش سيولة حاليا يعني حضرتك فندم، في حين ان في مشاريع قائمة في جنة على 2 مليون و500,000 و700,000 و800,000. وانت مشروعك ده يكلف كام؟ مشروع حضرتك بدل ما فتحت ثلاجة من السنة اللي فاتت وكلفني حوالي 220,000 وراس شندامني حوالي. طيب بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد. طيب خليني اسمع من حضرتك. بالنسبة نكمل يعني الحديث. حضرتك بالنسبه للصعيد، اولا بالنسبه للدوله ونظره الصعيد، الصعيد ده يعني هيكون بالنسبه لها سند قوي للدوله. ليه؟ لانه قطاع عريض. احنا عندنا النهارده اللي بيبني الدول العربيه هم الصعايده يعني، او نسبتهم كبيره يعني. يعني كان في مؤتمر تنميه لتنميه الصعيد ولم يتم حتى الان، ليه ما تمش؟ رئيس الوزراء اعلن ان اولويه الصناعات ستكون في الصعيد. ده احنا اللي بنطالب بيه وملحين، وفي جلستنا مع السيد رئيس الوزراء نفسه اكد لينا برضه اتفاقه معانا في ان فعلا الصعيد كان مهمل لسنوات طويله وسوف ينظر له. تمام، واحنا مش هنسيب الصعيد الا لما يبقى في حراك ناحيته ان شاء الله، يعني من خلال ادوات البرلمانيه، من خلال اللجان، يعني في حاجات كتير حضرتك. يعني انا النهارده زي ما بقول لحضرتك مزارع القصب ده، عود القصب ده النهارده بتعتمد عليه او بينتج لي صناعات كتيره. بيدخل في الخشب، بيدخل في الملاس، بيدخل في العسل، العسل الاسود، وده بيصدر بره، يعني بيجيب قيمه نقديه وحقيقيه فعلا استراتيجيه للدوله. ومع ذلك لما نيجي ننظر للمزارع نجد ان هو مهمل اهمال فظيع، بينتج ويزرع طول السنه محصول قصب ده، بيستمر في الارض طول السنه. اولا بعد ما بيحصد الانتاج بتاعه بيسلمه للمصنع، بنيجي النهارده نفاجئ بحاجه صعبه،
ايه هي؟ ان السكر اللي موجود اللي تم انتاجه وده نسبته من القصب السكر بتاع 52% اللي في السوق المصري يعني، تمام، بيتم بيقول لك ان هو مكدس في المخازن. طب ليه؟ لانه الدوله النهارده بتساعد على استيراده لمجموعه معينه فئه معينه. طيب. بتضر بالانتاج. استاذه ماجدة اتفضلي يا فندم. ايوه مساء الخير يا فندم. مساء النور اتفضلي. انا كنت عايزه اتكلم على مشكله جوهريه هنا في محافظه قنا، ان احنا بنعاني من البطاله الشديده ومفيش شغل، يعني كل الدفعات اللي بتتخرج بتتكوم على بعضها ومفيش حد بيعمل مشروعات للشباب، احنا مهملين خالص، وحتى لما بتنزل مسابقه بياخدوها الناس اللي معاهم وسايط والناس الكبيره اللي في البلد. حضرتك متخرجه من ايه؟ اخرها انا متخرجه من كليه الالف، اخرها المسابقه بتاع شركه الميه اللي المفروض تتلغي لانها كلها ظلم. انا نجحت في الامتحان النظري وكنت حل الامتحان العملي كله صح، ومع ذلك ما طلعتش في الناجحين، والمسابقه معروف ان هي مسابقه ظلمه، وان كل اللي اتعينوا او اتخذوا قرايبهم جوه الشركه. طيب خليكي، انا بشكرك شكرا جزيلا. بعد اذنك انا ارد عليها. فهي فعلا مسابقه الميه، احنا طلبنا من المحافظ سيد المحافظ ورئيس مجلس اداره في القاهره انه اللي ليه حق يستمر، واللي ما لهوش حق فيها تمام يستبعد، واللي ليه حق اللي هو ما دخلش فيها المفروض يؤخذ، يتم ان هو تعيينه في القصه دي. طيب. وتم من خلال كلامنا معاهم برضو حل في الموضوع انه توقفت المسابقه دي فعلا. توقفت المسابقة؟ طبعا. هتعاد تاني؟ احتمال كبير ان شاء الله في الإعادة. احتمال كبير؟ يا اما يبحثوا من صاحب الحق، تمام؟ اللي ما لهوش حق هيخرج. ده خبر كويس. طيب يا استاذة ماجدة، يعني هيتم الإعادة تاني بنسبة كبيرة ان شاء الله ويتم التعيين. استاذ اكرم اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اتفضل يا فندم. أول حاجة أنا بحيي ضيوف حضرتك الكرام، النائب حسين فايز والنائب الضبع، طبعا دول ناس من أعلام الصعيد. يا أهلا بيك، اتفضل يا فندم. وبجد بجد يعني احنا والله 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 العظيم لا تتخيل، أنا عاجز لساني أوصف في النائب حسين فايز، ربما يقول إنه ابن دائرة وبيجامله. لا مفيش مجامله، لو عندك سؤال قول، لو عندك مشكله قولها. والله احنا بس بالنسبه لا مفيش، احنا عندنا المشاكل بتاعه طبعا اللي هي مياه الشرب ومشاكل الصرف الصحي، تمام، والنائب والله الراجل يعني باذل اقصى مجهود، ولسه من كام يوم كان معانا في لجنه فض المنازعات، يعني ما فيش داعي، تمام. طيب. فربنا يديله الصحه والكلام ده، بس انا حضرتك المشكله بتاعه الجماعه بتاع الطائف دول، تمام، يعني دي ناس راحت تسترزق واحد بيهزر ووقع وبقالهم كام يوم في السجن. تمام تمام تمام، يا ريت بس نحاول، يا ريت نحاول نتواصل مع السفاره، بس يا ريت نحاول نتواصل مع السفاره. مين معانا تاني؟ طيب عايز اسمع موضوع بالنسبه للمشاكل المتعلقه بالمواطنين. انا ملاحظ دلوقتي ان ما شاء الله يعني السيدات كتير هم من يتحدثون عن البطاله، يعني طبعا. كل الكلام اللي جاي لي من سيدات بيتكلموا عن البطاله. اتفضل. أنا طبعا أولا عندي مشكلة جوهرية تتعلق بمحافظة قنا. من عدة سنوات كانت محافظة قنا من ضمن محافظات المناطق النائية في صعيد مصر. فوجئنا طبعا إن برفع قام مجلس الوزراء برفع محافظة قنا من محافظات المناطق النائية. هذا الإجراء ترتب عليه، وهذا القرار ترتب عليه، إن وزارة الصحة لم تقوم بتوزيع أطباء التكليف في جميع التخصصات على محافظة قنا كمنطقة من ضمن المناطق النائية. ترتب على ذلك وجود عجز شديد وعجز صارخ في كل المستشفيات والوحدات الصحية. هذا الأمر أدى إلى وجود عجز وإلى وجود عدم تقديم خدمة صحية ملائمة لمواطني قنا. أنا في أحد المرات وأنا بتقدم ببيان عاجل لوزير الصحة عن الصحة في قنا، فوجئت أن محافظة قنا هي أقل محافظة على مستوى الجمهورية في الإنفاق الحكومي في قطاع الصحة. طب ازاي احنا بنتكلم في صعيد منسي وبنتكلم في حكومه لم تعطي الصعيد حقه، وازاي الاقي نفسي النهارده في نفس المجال انا اقل انفاق حكومي على مستوى محافظات الجمهوريه؟ دي ناحيه. الناحيه الثانيه، انا النهارده عندي مشكله. انا النهارده تخيل محافظه قنا لا يوجد بها عنايه مركزه للحالات الحرجه. محافظه النهارده انا لما يكون عندي حادث حوادث حرجه
ومحتاج النهارده ان انا انقل مريض للعنايه المركزه، اقوم بالتنسيق لمحافظات اخرى زي سوهاج الجامعي واسيوط الجامعي والى القاهره اذا استلزم الامر. هذا معاناه بيعاني منها الشارع القنائي وبيعاني منها كل ابناء قنا. علاوه على ان انا ما عنديش، تخيل ان انا ما عنديش حضانات اطفال تنفس صناعي. طب والرد عليكم بايه؟ احنا هذا الامر كله طرحناه على لقاء السيد رئيس الوزراء، وطرحناه ايضا على مكتب السيد رئيس وزير الصحه لكي يكون هناك توفير مبالغ ماديه وتمويل حكومي لمحافظه قنا عشان يكون هناك انشاء عنايه مركزه، انشاء قسطره قلبيه بمستشفى قنا العام. ايضا مرضى القلب يعاني معاناه غير عاديه في اجراء عمليات القسطره القلبيه والقسطره الدوائيه. انا عندي حالات كتير بنتم تحويلها حاليا الى محافظات القاهره علشان محتاجه دعامات دوائيه. دي معاناه بيعاني منها الصعيد وابناء قنا. ايضا عندي مشكله ايضا، اخيرا تم تحويل مركز مستشفى جراحات اليوم الواحد على ارض قنا، تم تحويلها الى مركز للاورام. لان مرضى قنا في الاورام يعانون معاناه غير عاديه في تلقي العلاج. ولكن بنطالب من خلال هذا البرنامج ومن خلال حضرتك وزير الصحه والسيد رئيس الوزراء بسرعه الانتهاء من مركز الاورام الخاص بمستشفى جراحات اليوم الواحد على ارض قنا. موضوع البطاله اقدر انا افهم ان التعيين في الحكومه شيء صعب. أكيد. وإنه غير مرغوب أصلا، علشان ما حدش بس إيه بحطت آمال عريضة. الحكومة لا تستهدف إطلاقا التعيين في أي جهاز أو في أي مؤسسة من مؤسساتها، مهما كانت هذه المؤسسة كبيرة أو صغيرة، إلا يعني من خلال الإعلانات اللي هي بتنشرها، وده شيء نادر جدا. هو الهدف دايما بيقول المشروعات الصغيرة، المشروعات متناهية الصغر، دعم التوجه الشباب ناحية هذه المشروعات. في دول تقدمت وطلعت يعني إلى أعلى مستويات بسبب هذه المشروعات. يجي واحد متصل يكلمنا يقول أنا عندي مشكلة إن الصندوق الاجتماعي للتنمية رفض مشروعي. طب منين إحنا بندعم المشروعات ديت وبندعم توجه الشباب لهذا الاتجاه بعيدا عن الوظائف الحكومية والتقليدية إلى آخره، ومنين بيتم عدم الموافقة؟ لا طبعا، يعني هو فعلا يعني هو احنا في البداية لابد من تغيير الثقافة الفكرية والمجتمعية. الثقافة اللي هي انه لابد ان انا عملي يكون في الحكومة. تمام. احنا اصبحنا النهاردة عايزين ننفتح على العالم فعلا، وتتغير الثقافة بمفهوم هذا، بحيث ان احنا فعلا محتاجين ان احنا نعمل مناطق تكون فيها صناعات صغيرة وفيها ورش لأصحاب المهن الحرة. تمام. والمهن الصناعية فعلا دي يعني لو تمت بإذن الله، وكل شاب النهاردة عنده صنعة معينة يستطيع من خلالها، وده اللي احنا هنمشي فيه فعلا. لا أنا ضد ومع حضرتك في عدم تنفيذ أو تلبية بالنسبة للاعتمادات المالية. هي الاعتمادات المالية طبعا انت عارف حضرتك هو مشروع بيبدأ جديد، يعني المنظومة دي نفسها، فبيبقى طبعا التمويل بتاعها بيبقى على فترات. يعني النهاردة نزلوا مثلا مبالغ معينة كان الإقبال عليها، عايزين يشوفوا مثلا الشارع هيتم إيه فيه يعني، فبينزلوا مثلا كمية معينة من المبالغ النقدية للاعتمادات المشروعات الصغيرة دي. تمام. فأخذت بصراحة يعني على مستوى المحافظة كان في عدد كبير تقدم. تمام. فبداوا النهارده ايه يتوسعوا في المشروع يعني. فطبعا المشروع ده لا قائم. تمام. واحنا ان شاء الله يعني ماشيين فيه كويس برضه، برضه هنشوف اذا كان في نقص من الصندوق هنتقابل مع رئيس مجلس اداره ماشي، ونخليه يدعم طبعا، لانه هو طبعا بيدعم من خلال عدد المشروعات اللي هي متقدمه. تمام. استاذن حضراتكم، استاذه منى من هنا اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. اي حضرتك؟ الحمد لله، اتفضلي. الاول انا عايز اشكر استاذ محمود عبد السلام. تمام. على كل حاجه عملها عندنا هنا في محافظه قنا. ثاني حاجه عايز اقول لك يعني اتفضلي يا فندم. استاذه منى. طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. واستاذ محمود عبد السلام، يعني في النهايه استنى، ليا ملاحظه سعادتك. طيب ماشي، اتفضل. ليا ملاحظه على الحكومه وعلى السيد رئيس الوزراء، ده مطلب انا بطلبه النهارده من خلال القناه المحترمه قناه الحياه. النهارده احنا بنتفق ان ليس هناك فرص عمل حاليا،
ولكن هناك بعض العمالة المؤقتة الموجودة في كل المديريات الخدمية زي عمال الخدمات المعاونة، هذه العمال معينين على حسابات مجلس أمناء في المدارس. إحنا مدارسنا بالكامل هناك عجز صارخ في وظيفة عامل خدمات معاونة موجود بالفعل بيتقاضى مرتب 200 جنيه أو 250 جنيه وله 10 سنوات. أقل حق من حقوقه أن إحنا نعمل إيه؟ نثبت هذه العمالة، نضعه على باب أول المرتبات، يكون ليه درجة مالية. ده فيما يخص عمال الخدمات المعاونة في المدارس. أيضا عندي عمالة مؤقتة في دوينة عام المحافظة وفي مشروعات المحافظة. ومجرد أن تكون هناك مشروعات واستثمارات وصناعات ومصانع ده هيحرك أزمة البطالة في محافظات الصعيد بشكل عام وفي محافظة هنا يعني. بشكل أنا عندي سعادتك، أنا وقتي بينتهي، فأنا عايز أخذ كلمة بس أخيرة من حضرتك. أنا طبعا يعني طبعا إحنا فعلا الحكومة لابد أن تنظر للصعيد، لابد أن تساعد في تشغيل الشباب من خلال المشروعات الصغيرة، لابد أن تكون هناك البيئة المناسبة للمواطن الصعيدي. تمام، حضرتك كان عندك إضافة؟ كنت عايز أضيف أن أنا عندي مصانع الغزل والنسيج، دي مقامة من سنوات طويلة على أرض محافظة قنا، وكانت تشارك بشكل فعال في حل البطالة. هذه الصناعات بدأ مستواها يتدنى. تمام، النهاردة أنا قدمت مذكرة السيد رئيس الوزراء بإنشاء مجمع للصناعات الغزل والنسيج على أرض محافظة قنا، خاصة أن إحنا المسافة اللي بيننا وبين مينا السفاجة 160 كيلو بس. وإحنا هنتابع مع حضراتكم نتائج اللي حضراتكم تقدمتوا بيها بالزبط. بس أنا عايز أقول نقطة مهمة، هنتابع مع حضراتكم اللي حضراتكم تقدمتوا بيه، وده حق محافظات الصعيد وحق محافظة قنا. أنا قبل ما أشكر حضراتكم بس عايز أقول لكم أن إحنا تواصلنا، أقول لحضرتك وأقول للسادة المشاهدين، إحنا تواصلنا مع وزارة الخارجية، زمايلنا السادة الصحفيين في الكنترول كلموا متحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد على حد ما أظن، وقال لهم ابعتوا الشكوى على قسم القنصلية، قسم الجوازات، القسم القنصلي وشؤون المصريين في الخارج، واعتذر عن المداخلة. مش مهم المداخلة، المهم التفعيل. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، شكرا ليك سيادة النائب حسين فايز أبو الوفا، شكرا عن دشنا والوقف، شكرا لسيادة النائب محمود عبد السلام الضبع عن بندر ومركز هنا، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كل التمنيات بالتوفيق، وأنا أقابلكم إن شاء الله الساعة 9 في الجولة الأخيرة من عين على البرلمان. حتى ذلك الحين تحياتي وفريق البرنامج، إلى اللقاء. شكرا.